يلا هيرة تعالي هنا برافو برافو دي يلا بسرعة برافو يلا ده طبعا هيرة بتنفذ داون بصعوبة شوية انت لسه أول مرة تاخد فيها داون فتعالى نتفرج كده على الأوردرز اللي هي واخداها دلوقتي هيرة تعالي هنا برافو يلا اقعدي لا أنا عايزك تقعدي بس مش داون تعالي هيرة يلا يلا في الشارع بتطول ولا يلا في حاجة يلا كويس يلا عادي برافو يلا داون داون الأول أيوة برافو 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 شطورة طبعا يرى لسه أول مرة تاخد داون أنا لما بشجعها بالراحة وهي بتاخد الأكشن ده بتتم ان هي تكمله اسرع يرا يلا عادي برافو ركز كده مع بعض يرا يلا داون برافو يلا ايوه شطوره يلا برافو 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 شطوره مره كمان يرا هنا يلا عادي برافو لا مش عايز تقعدي كده هنا برافو يلا عادي برافو شطورة يلا داون برافو يلا يلا داون برافو 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 لما تلاقي كلبك وانت بتقول له داون ما بيسمعهاش بسرعة شجعه كده وحمسه ان هو يعملها زي ما انا بعمل مع هيرة تاني نقطة لو كلبك بيبتدي ان هو يلخبط الأوامر زي هيرة كده اوقات بتيجي بتقوم نازلة داون على طول انت المفروض ان انت بتثبت الاوردرات وتغيرها كل شوية هيرة يلا عادي برافو يلا داون برافو 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 لا عايزين ننزل داون ايوه برافو شطورة شطورة برافو يلا تعالي هنا يلا هنا طبعا يلا عندها مشكلة في تعالي فاحنا نشتغل عليها واحدة واحدة كده يلا برافو يلا تعالي هنا برافو عادي ها شطورة يلا داون ايوه كمان برافو 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 عشان اشجع برضو اوردر داون ان هي تفضل موجودة في الارض ما تقومش على طول اول ما تنزل ابتدي ان انا اكافئ كده برافو وازود المدة طبعا مش عايز لا ازود عليكم ولا ازود على هيرة هي نفس التكرار طبعا احنا هنخلي الاونرز بقى يبتدي ان هو يجرب باقي الاونرز كلهم تمام وانت المفروض تعمل كده مع كلبك لو انت لسه ما اشتركتش في القناه ما تنساش تشترك في القناه برافو هيرة تفعل زر الجرس تعمل لايك للفيديو تعمل كومنت لهيرة عشان هي حسولة